سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتخبنا الوطني القطري والمنتخب العراقي وجها لوجه الآن في دورة الخليج العربي السابعة لكرة القدم واللقاء رقم 18 في البطولة. انه في حراسة المرمى طبعا اليوم محمد وفاء، محمد دهام، وعادل ملالله، ومبارك عنبر، وفرج عباس للدفاع، عيسى احمد، ابراهيم خلفان، مبارك سالم، محمد العماري للوسط، علي زيد، منصور مفتاح للهجوم. طبعا هذا من تشكيله يعني 4-4-2، ولكن طبيعي مثل ما شفنا ايضا في مباراه منتخب قطر ومنتخب الكويت تقدم ابراهيم خلفان لمساعده الهجوم. المنتخب العراقي بالمقابل اليوم فتاح صيف في حراسه المرمى، عدنان درجال، كريم علاوي، ناظم شاكر، كاظم طشر للدفاع، صادق هاشم، ناطق هاشم، صادق موسى، حارس محمد للوسط، عماد جاسم، حسين سعيد، احمد راضي للهجوم. منتخب قطر الوطني ومنتخب العراق الوطني اليوم طبعا بالنسبه لدوره الخليج العربي السابعه لكره القدم يعتبر ايضا المباراه بشكل عام العديد من المتابعين والنقاد توقعوا انها تظهر بمستوى قوي وبمستوى عالي، ونامل هذا اللي نشاهده من خلال مباراه اليوم باذن الله. الان اول صفاره من حكم المباراه، اذان ببدء المباراه، كره مع منتخبنا الوطني، علي زيد. علي زيد في الجهه اليمنى اليوم، ونامل ان شاء الله ايضا علي زيد في الجهه اليمنى، وعلي زيد طبعا هو صاحب الثلاثه اهداف هذا عن مبابا. جهه محمد ادهام تلعب الى عادل ملالله، عادل بيعلي، علاها فعلا عادل ملالله، مشترك منصور، مشترك مره ثانيه، تحت الجول، جول جول جول، الله 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 الله، مو معقوله منصور مفتاح، مو معقوله منصور مفتاح، ما تدخل هذه، مو معقوله ما تدخل هذه، الله معليش معليش، شوف شوف مره ثانيه، صدها حارس المرمى، ضربت في القائم، وايضا منصور مفتاح هو الثلاث خشبات ولكن يلعبها برا الملعب. حارس ينقلها في الجهه اليسرى، حسين سعيد حصلها، وحلو عيسى احمد يحصلها من حسين سعيد، عادل ملالله، عادل ملالله يحصلها من حسين سعيد، ينقل الى منصور مفتاح، منصور ممكن الى ابراهيم، فعلا الى ابراهيم خلفان الان، ابراهيم، ابراهيم ايش راح يعمل؟ يلعب قدام لحد منصور مفتاح حصلها، الله الله يا منصور، الله يا منصور، سهله سهله من منصور مفتاح هذه عند حارس المرمى فتاح نصيف، عند حارس المرمى فتاح نصيف. كرة اللعب الآن تصل إلى ناظم شاكر، بشر يحاول ينقل كرة قدام، إنما محمد العماري يقطعها يطلعها برا الملعب، رمية سماس للمنتخب العراقي. المنتخب العراقي طبعا سبق أنه فاز على عمان 2-1، تعادل مع الإمارات بدون أهداف، فاز على السعودية 4-0، وعلى البحرين 1-0، وعلى الكويت 3-1، له 10 أهداف وعليه هدفين. منتخبنا الوطني سبق أنه فاز على السعودية 2-1، خسر من الإمارات 1-0، فاز على الكويت 2-1، وعلى عمان 2-0، وهذه هجمة الآن منتخبنا الوطني. محمد إدهام متقدم، محمد متقدم، يشوت، الله الله، من الناحيه الثانيه، ومنصور مفتاح ايضا طايح على ارض الملعب، محاوله محمد ادهام، هذا محمد ادهام بالسلامه رجع بعد ما اصيب، بالسلامه رجع بعد ما اصيب في المباراه الاخيره لمنتخبنا. لقاءات الفريقين في دورات من خلال دورات الخليج، طبعا اول مشاركه للمنتخب العراقي كانت في دوره الخليج العربي الرابع لكره القدم، يومها تعادل منتخبنا في يوم التعادلات في الدوره الرابعه، يوم ما تعادل منتخبنا الوطني مع المنتخب العراقي، وتعادل المنتخب الكويتي مع منتخب الامارات. الدوره الخامسه فاز الفريق العراقي بهدفين مقابل لا شيء، الدوره السادسه بهدفين مقابل هدف واحد ايضا فاز الفريق العراقي، ويومها منصور مفتاح سجل هدف منتخبنا الوطني الوحيد من ضربه جزاء. اليوم ايضا منصور مفتاح موجود، منصور ضيع فرصه ثمينة حقيقة وغالية، كان ممكن منتخبنا يتقدم، ولكن خلاص الآن خلاص، مثل ما يقول المثل اللي فات الفوت ما ينفع الصوت. الآن تقريبا 19 دقيقة والفرصة إن شاء الله مؤاتية لشبابنا، 19 دقيقة كانوا هم الهاجمين أكثر، والآن أيضا رمية تماس المنتخب العراقي تلعب، العماري حلوة، فاول، عدنان درجال داخل بينفذ الضربة الحرة المباشرة لصالح المنتخب العراقي،
عيسى احمد وفرج عباس محمد العماري واقفين، وحسين سعيد متقدم هو اللي راح ينفذها. حسين وعدنان درجال، حسين سعيد بيلعبها، تصل الى عدنان درجال، اللعب حلوه حلوه تنشال، يا سلام عادل مال الله الى عيسى احمد. عيسى يتقدم، متقدم ايضا ابراهيم، متقدم ايضا منصور. عيسى ماشي ماشي، عيسى ينقل الى منصور مفتاح، منصور الى ابراهيم خلفان، ابراهيم يحصلها وينقل قدام ناحيه منصور مفتاح، حصل منصور مفتاح فعلا، يا ايوب يحطها حفظ الجول، جول الله. مره ثانيه ايضا علي زيد، علي زيد يحاول يهيئها، تصل مره ثانيه الى محمد العماري، العماري الى علي زيد، ابراهيم خلفان مره ثانيه، حصل ابراهيم وشوت، ارضيه وعند حارس المرمى فتاح نصيب، يا سلام يا سلام، حلوه يا شباب. 24 دقيقة منتخبنا هو الأفضل، 24 دقيقة الشوط الأول من المباراة منتخبنا هو الأفضل وهو الأخطر وهو اللي هاجم أكثر وهو اللي ضاعت أيضا عليه فرص أكثر. الآن محمد أوفا حارس مرمى منتخبنا الوطني لمبارك عنبر، مبارك الكرة قدام ناحية مبارك سالم ليهيئها، ولكن بالخطأ ناظم شاكر، تصل أخيرا إلى كاظم مطشر، كاظم طشر اول دوره من دورات الخليج يلعبها، وهو يلعب لنادي الطلبة العراقي. الان ناظم شاكر، ناظم ينقلها وبيحاول علاوي يحصلها، يحصلها علاوي ينقلها قدام سهله عند مبارك عنبر، مبارك الى ابراهيم خلفان، ابراهيم يا سلام ملا حركه ويمر، ينقلها الى عيسى احمد، ابراهيم خلفان مره ثانيه، هاجم منتخبنا الوطني ايضا، ابراهيم خلفان الى علي زيد، ابراهيم خلفان مره ثانيه، حصل ابراهيم الان ويلعبها عالي منصور مفتاح، اشترك فيها حارس المرمى ومدافع المنتخب العراقي، تنقطع اخيرا وتطلع برا الملعب، رميه تماس لصالح المنتخب العراقي. حلوه حلوه يا شباب، حلوه يا شباب، سلمين كره وهاجمين ايضا اكثر، وان شاء الله ان شاء الله يعني المامول ان احنا نستغل الفرص اللي تتاح لنا باذن الله. الان تلعب مع المنتخب العراقي، هذا عدنان درجال في الكرة طويلة، مبارك عنبر حلوة، عماد جاسم حصل كرة من حسين سعيد، عماد جاسم هاجم المنتخب العراقي، ملعوبة عالية وتنشال حلوة مرة ثانية أيضا حارس محمد برا الملعب، ضربة مرمى لمنتخبنا الوطني. هذا حارس محمد لاعب خط وسط المنتخب العراقي، محمد وفا حارس مرمى منتخبنا الوطني. دقيقة 25 الشوط الأول من المباراة، الفريقين لا زالوا متعادلين بدون أهداف. محمد وفا يشوت كرة عالية مشتركة، تصل ناحية علي زيد، شوف علي زيد وناظم شاكر مشتركين في كرة واحدة، والآن أيضا علي زيد وناظم شاكر، صح ناظم شاكر، هاي حصلها علي زيد ويمر داخل 18 يارد يحطها في الجول، منصور مفتاح جول 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 فعلا جول فعلا، الله حلوة حلوة حلوة. الهدف الأول، الهدف الأول من منصور مفتاح، الهدف الأول من منصور مفتاح، الهدف الأول من منصور مفتاح، الدقيقة 26. شوف 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 والله أنا قلت ناظم شاكر وعلي زيد، لكن اللي كسب في الأخير علي زيد، هي كرة إلى منصور مفتاح، منصور حطها في مرمى المنتخب العراقي، مسجل أول أهداف المباراة لصالح منتخبنا الوطني. حلوة حلوة حلوة، الشاطر اللي يكسب في الأخير يا أبو زيد، فعلا حصل كرة ونقلها إلى منصور مفتاح، منصور يحطها في مرمى المنتخب العراقي، ومنها الهدف الأول لصالح منتخبنا الوطني. نتيجة طبيعية أبدا، نتيجة طبيعية أبدا للسير 27 دقيقة من الشوط الأول من المباراة. كرة اللعب الآن وبرا الملعب، ضربة مرمى لصالح منتخبنا الوطني، حلوة حلوة يا شباب. والآن 28 دقيقة وقطر واحد والعراق لا شيء، وكرة مع محمد وفيشوتها عالية، حلوة يا شباب حلوة يا شباب. كرة اللعب في صفارة من حكم المباراة، صفارة من حكم المباراة، وهذا تقريبا خامس أو سادس فاول لصالح منتخبنا الوطني. عيسى احمد داخل بيلعب الضربة الحرة مباشرة، عيسى لعبها، منصور هيها، وين جول جول الله بالشبك من برا، شوف 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 وين تعلقت، شوف وين تعلقت بالشبك من برا، برا الملعب، ضربة مرمى المنتخب العراق. مبارك عنبر يتقدم، خلي ابراهيم خلفان، ابراهيم قدام منصور قدام مبارك سالم، ينقلها هناك طويلة ناحية علي محمد ادهام اللي هي الله حلوة حلوة، علي زيد علي زيد، انما ايضا في رايه مرفوعه،
المساعد الحكم راي تقول ان علي زيد من الاساس كان يقف في موقف تسلل، ولكن ايضا حلوه من علي زيد بالخطا منقوله يحصلها ابراهيم خلفان، وهاجم منتخبنا الوطني ايضا ابراهيم خلفان، علي زيد متقدم وايضا ابراهيم خلفان جنب منصور مفتاح، ابراهيم ينقلها ناحيه محمد ادهام حصلها بدهام بالجهه اليمنى، هاجم منتخبنا محمد ادهام ينقلها قدام ناحيه العمر تنحط الجول جول 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 الله 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 الله. الهدف الثاني لصالح منتخبنا الوطني، الهدف الثاني لصالح منتخبنا الوطني من كره ملعوبه من محمد ادهام يخطئ فيها المدافع العراقي ويحطها في مرمى. شوف الهدف الثاني، هذا الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني. 2-0 ولا شيء العراق، الدقيقة 42. شوف محمد ادهام يلعب كرة عالية يحطها المدافع باسل كوركيز، اذا ناظم شاكر اخطأ وباسل كوركيز اخطأ، وهدفين لمنتخبنا الوطني ولا شيء المنتخب العراقي. 2-0 ولا شيء العراق، الدقيقة 42 الشوط الاول من المباراة. 2-2 منتخبنا. هذه ضربة حرة مباشرة لصالح المنتخب العراقي. حلوة يا شباب. عدنان درجال وحسين سعيد واقفين جنب الكرة، طبعا الكرة هذه شكل خطورة على مرمانا، وفي حيطة ايضا الشباب عاملينها. حسين سعيد متقدم راح يشوت تصطد حلوة، تصطد ترجع مرة ثانية ايضا لحسين سعيد، لا يا غمار طبيعي ما يقدر يمر بين 6-7 يقطعها عيسى احمد. مرة ثانية مبارك سالم، ابراهيم خلفان، مبارك سالم، علي زيد، ابراهيم، مرة ثانية تنقطع اخيرا. تصل الفريق العراقي. 2 المنتخب القطري ولا شيء المنتخب العراقي. الدقيقة 43 الشوط الاول من المباراة. الان مبارك عنبر هي كرة لنفسه، يلا مبارك بارك ينقلها قدام ناحيه عيسى احمد، عيسى لمحمد العمار، يا سلام يا شباب. حلوه العمار ينقلها مره ناحيه منصور مفتاح، انما في تغطيه من عدنان درجال تصل عند حارس المرمى فتاح نصيب. حلوه يا شباب ضربه مرمى للمنتخب العراقي. الوقت الاصلي انتهى وبدينا ايضا في حوالي دقيقه على الوقت على الوقت الضايع اللي هو قدر حكم المباراه. شوف هذه محاوله منصور مفتاح، وحلوه منصور اليوم سجل هدف، والان ايضا يسدد وتمر من جنب القائم الايسر برا الملعب ضربه مرمى المنتخب العراقي، وبالمقابل صفر حكم المباراه. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا مره اخرى سيداتي انساتي سادتي مع منتخبنا الوطني في الشوط الثاني من لقاء أمام المنتخب العراقي. الشوط الأول من المباراة 2-2 لمنتخبنا الوطني مقابل لا شيء للمنتخب العراقي. الشوط الثاني من المباراة أعزائي المشاهدين راح يحاول هذا التسلل ضربة حرة غير مباشرة لمنتخبنا الوطني. الشوط الثاني من المباراة طبيعي أن المنتخب العراقي لن يرضى بهذه النتيجة، وسيحاول من بداية المباراة أن يقوم بهجوم مكثف لكي يعوض النتيجة ويحقق نتيجة جيدة أمام منتخبنا. لاعبي منتخبنا الوطني أيضا على عاتقهم دور كبير في الشوط الثاني من المباراة، نأمل لهم التوفيق، قلوبنا وياهم والله يوفقهم بإذن الله. كرة اللعب الآن حصلها منتخبنا الوطني منقول قدام طشر، وأيضا منصور رجعها إلى حارس مرمى طشر فتاح نصيف ينقل كرة قدام، ايضا منقوله من اللاعب العراقي مبارك عنبر مشترك يقطعها براسه، مشتركه ايضا الان حصل المنتخب العراقي اللي هاجم في الجهه اليمنى الملعب، حلوه مقطوعه تصل فرج عباس، انما فيها ايضا صفاره من حكم المباراه، ضربه حره مباشره لصالح المنتخب العراقي. احد الزملاء يقول متى السفر كان مفروض ان احنا نسافر الثلاثه، ولكن الظاهر ان احنا راح نتم للاربعة باذن الله، احنا مرتاحين حقيقة، وجودنا في مسقط بين اخواننا. هذه ضربة حرة مباشرة الان تنشاط والتهيئة برا الملعب، ضربة مرمى لصالح منتخبنا الوطني باذن الله. لاعبي منتخبنا الوطني الان الدقيقة الثانية الشوط الثاني من المباراة
هدفين لمنتخبنا الوطني مقابل لا شيء للمنتخب العراقي. الآن ضربة مرمى مبارك عنبر. محمد وفا حارس مرمى منتخبنا الوطني يتركها إلى مبارك عنبر. مبارك شوت كرة قدام لحد منصور مفتاح، منصور مفتاح براسه إنما تصل مبارك سالم، في فاول أيضا على مبارك سالم، ضربة حرة مباشرة لصالح المنتخب العراقي. عدنان درجال عدنان لعب كرة عالية مشتركة حسين سعيد، وهذه فيه دفع إنما حكم المباراة يقول ما فيه شيء. أيضا الآن في صفارة فيه فاول ولكن للمنتخب العراقي، للمنتخب العراقي ضربة حرة مباشرة. ضربة حرة مباشرة للمنتخب العراقي، طبيعي تشكل خطورة على مرمى منتخبنا. فرج عباس العماري أيضا واقفين على بعد 10 ياردات. إبراهيم خلفان أيضا يستعد، محمد وفا مدافعين في اللعب عالية وخطرة. هذه في صفارة، في صفارة من الأساس، في صفارة من الأساس، وفي راية مرفوعة. راح تعاد الضربة الحرة المباشرة لمنتخبنا الوطني على فيريستو. فيريستو مدرب منتخبنا الوطني ظاهر. نأمل إن شاء الله أن الشوط الثاني من المباراة، الشوط الثاني مشي حكم المباراة، المباراة كما كانت في الشوط الأول من المباراة. يبدو لي الحقيقة، أنا أجلس بعيد حقيقة، لكن يبدو لي فيريستو معترض على اللعبة من الأساس. كرة اللعب الآن عالية ومشتركة، ومنصور تنشال وتلعب حلوة حلوة حلوة. محمد وفا حارس مرمى منتخبنا الوطني، حلوة محمد وفا حارس مرمى منتخبنا الوطني يشيلها. والدقيقة الآن أربع الشوط الثاني من المباراة، وحلوة يا شباب، وحلوة أيضا مبارك إلى منه، إلى ناطق هاشم لاعب خط وسط المنتخب العراقي. تصل مرة أخرى أيضا الفريق العراقي اللي مثل ما قلت لن يرضى بهذه النتيجة أبدا. كاظم طشر وكرة منقولة الآن من علاوي يطلع لها محمد وفا، حلوة حلوة محمد وفا يتركها تطلع برا الملعب، ضربة مرمى لمنتخبنا الوطني. عشر دقائق الشوط الثاني من المباراة، منتخبنا الوطني متقدم بهدفين مقابل لا شيء للمنتخب العراقي. هذه ضربة مرمى مبارك عنبر، وجانب طبعا من الجمهور اللي حاضر مباراة اليوم. الجمهور والله اليوم يعني المباراة فعلا أوقات المباراة أوقات حساسة وهامة فعلا. لذلك الآن علي زيد بيحاول، وأيضا المدافع العراقي رجعها إلى حارس مرمى فتاح نصيف. طبعا متابعة المباراة في الحالات اللي مثل هذه أهم من كل شيء. الآن تلعب فريق العراقي، عدنان درجال، عدنان من ناحية الثانية ناحية باسل كوركيس، ملعوبة أيضا للفريق العراقي. عدنان درجال بيشوت أرضية تصطد، عادل جيل تصل حسين سعيد، حلوة محمد وفا بيحطها. جول 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 المنتخب العراقي، جول المنتخب العراقي، جول المنتخب العراقي. دقيقة 10 الشوط الأول من المباراة، جول الفريق العراقي. دقيقة 10 الشوط الأول من المباراة. شوف محاولة عدنان درجال تصطد، عادل ملالة حاول، وأيضا كان محمد وفا محاولته جيدة إنما سقطت من يد الكرة. على طول استغلها المهاجم العراقي أحمد راضي وسجل الهدف الأول للمنتخب العراقي. معليش يا شباب. 2 المنتخب القطري، والآن أصبح تشوف مرة ثانية عادل بالحركة البطيئة صدها محمد وفا، ولكن سقطت من يده واستغل سقوط الكرة اللاعب أحمد راضي وسجل الهدف الأول في الدقيقة 11 من الشوط الثاني من المباراة. إذن 2 قطر 1 الآن أصبحت النتيجة للمنتخب العراقي. المفروض لاعبي منتخبنا الوطني ما يعطون أي فرصة لعدنان درجال، والمفروض أيضا الآن في هجوم من منتخبنا الوطني في اللحظات هذه، المفروض أنه يكون في هجوم. الآن علي زيد وهاجم منتخبنا الوطني، علي بيحاول يمر من المدافع العراقي لا 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 بالخطأ من علي زيد، تطلع برا الملعب ضربة مرمى للمنتخب العراقي. 17 دقيقة الشوط الثاني من المباراة، 2 منتخبنا الوطني،
ولا شيء. المنتخب واحد المنتخب العراقي، الشوط الاول لا شيء، الشوط الثاني الفريق العراقي سجل هدف احمد راضي، الان تلعب تصل عيسى احمد، عيسى طويلة العماري، حصل محمد العماري وهاجم ايضا منتخبنا الوطني، محمد العماري متقدم راح يلعبها قدام، فعلا لعبها ولكن بالخطا، تصل الى عدنان درجال، عدنان درجال شوت كره قدام طويله ناحيه فرج عباس، يحصلها لاعب العراقي يتقدم، حلوه مبارك عنبر، حلوه مبارك عنبر. المفروض يكون هجوم اللاعبي منتخبنا الوطني على اساس انه ما يعطي فرصه للاعبي الفريق العراقي اللي لا شك انهم ما راح يرضون بهذه النتيجه. الان رميه تماس للمنتخب العراقي تلعب، حلوه فرج اشتركه مره ثانيه، اللاعب العراقي يلعبها تصل الى ابراهيم خلفان، ابراهيم يحصلها ينقلها الى منصور مفتاح، منصور الى عيسى احمد، عيسى وعيسى ينقلها طويله لحد علي زيد، انتهي الى منصور مفتاح، اعطاها علي زيد، علي زيد لا، في راي مرفوعه حقيقه، اعتقد ان اللعبه هذه ما في شيء لان علي كان متاخر وهذا طبعا يعني شيء من بعيد ربما ما استطيع الحكم فيه تماما، ولكن الواضح على العموم لو نشوفه مره ثانيه بالحركه البطيئه ضاعت ايضا هذه، ضاعت لو نشوفه مره ثانيه بالحركه البطيئه على من ضاعت، منصور مفتاح وعلي زيد، كره تنلعب مع الفريق العراقي، حسين سعيد يحاول، حسين سعيد حلو، محمد الدهام يشيلها، قطعها تصل الفريق العراقي مره ثانيه، كاظم طشر، عماد جاسم، عماد يلعب كرة عالية وخطرة، حلوة محمد وفا حارس مرمى منتخبنا الوطني، في اللعب الآن من محمد وفا إلى علي زيد، علي بحاول علاوي يقطعها تصل إلى أحمد راضي، داخل معه محمد إدهام، في فاول على محمد إدهام، في اللعب هذه عالية، عادل يتركها وأيضا محمد وفا يتركها تطلع برا الملعب، ضربة مرمى لمنتخبنا الوطني، مباراة اليوم أعزائي المشاهدين هي المباراة رقم 19، مو المباراة رقم 18، المباراة رقم 19، المباراة رقم 20 راح تكون بعد هذه المباراة كويت وعمان، المباراة رقم 21 راح تكون يوم غدا بين السعودية والبحرين، كرة الآن تلعب مع الفريق العراقي، ناطق هاشم راجع معه أيضا العماري، ناطق هاشم هي كرة نفس فرج عباس، حلوة نفس فرج عباس، اللعب الآن أيضا مع المنتخب العراقي، قول قدام حلوة مبارك عنبر يشيلها ويحاول علي زيد يحصلها كريم حلاوي اللي يلعب محمد وفا حارس مرمى منتخبنا الوطني، باقي حوالي دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي، باقي حوالي دقيقتين، الشيخ محمد بن زايد، الشيخ حمدان بن زايد رئيس بعثة الإمارات لدورة الخليج العربي السابعة لكرة القدم، كرة خطأ ضربة حرة مباشرة لمنتخبنا الوطني، محمد إدهام داخل بيلعب الضربة الحرة المباشرة ودقيقتين باقي حوالي، محمد إدهام يتركها إلى عادل مال الله، محمد إدهام مثل ما عمل في استراليا أيضا اليوم الآن إبراهيم خلفاني لمبارك سالم، مبارك يلعب عالي ناحية منصور مفتاح، منصور له هيه إلى إبراهيم إنما تنقطع، مشتركة مرة ثانية مبارك إبراهيم خلفاني إلى منصور مفتاح، تسلل ضربة حرة غير مباشرة، باقي دقيقة واحدة، هذا حكم المباراة الحكم السويسري فيليب، واثنين منتخبنا الوطني ولا شيء، المنتخب العراقي فتاح نصيف يلعب كرة عالية مشتركة، حلوة مبارك يتقدم وأيضا عيسى أحمد، عيسى ناحية مبارك سالم، مبارك ومعاه اللاعب العراقي، حلوة مبارك يلعبها في رجل اللاعب العراقي تطلع برا الملعب، رمية تماس لمنتخبنا الوطني، خلاص انتهى الوقت الأصلي للشوط الثاني من المباراة، خلاص بدينا الآن نلعب في الوقت الضائع، قدر حكم المباراة الآن مبارك سالم، وكرة منقولة قدام حسين سعيد، وهاجم المنتخب العراقي في الوقت الضائع الآن، هاجم المنتخب العراقي وكرة ملعوبة عالي عدنان درجال، حلوة عادل مال الله يشيلها، ومرة ثانية مشتركة
فاول فاول صح فاول صح فاول لصالح منتخبنا الوطني. ضربة حرة مباشرة لصالح منتخبنا الوطني. خلاص خلاص الوقت الأصلي للشوط الثاني من المباراة انتهى. الوقت الأصلي انتهى بدين الآن. وقبل شوية أيضا بادين نلعب في الوقت الضايع من المباراة. طبعا اللي قدره حكم المباراة خلاص شايفين الساعة. هاي الساعة هاي الساعة الرئيسية في استاد الشرطة في مسقط تعلن عن انتهاء المباراة. ولحد الآن حكم المباراة لم ينهيها. النتيجة 2 منتخبنا الوطني 1 المنتخب العراقي. كرة ملعوبة قدام حصلها منصورة ما يحصلها مبارك سالم. مبارك سالم يلعبها بعيدة عالية برا الملعب. رمية تماس للمنتخب العراقي. خلاص خلاص انتهى الوقت الأصلي ورمية تماس تلعب مع الفريق العراقي. قدم سلطان حلوة سلطان جمعاني بعدها براسه تصل ناحية منصور. منصور ناحية صالح عيد ايضا مرة ثانية مع الفريق العراقي. حكم المباراة صالح ساعته وكرة منقولة قدام حسين سعيد. مبارك عنبر مبارك صفارة. كرة تطلع برا الملعب. ضربة ركنية ضربة ركنية ضربة ركنية للمنتخب العراقي. ضربة ركنية للمنتخب العراقي. ضربة ركنية اللعب عالية ومشتركة ايضا تصل مرة ثانية. صفارة 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 من حكم المباراة هي فاول. ضربة حرة مباشرة لمنتخبنا الوطني. هذا حكم المباراة الظاهر حط صفارة عدل في يده. حط صفارة عدل في يده وخلاص خلاص خلاص انتهى الوقت الأصلي والوقت الضايع عند حكم المباراة. الوقت الضايع عند حكم المباراة والآن في حوالي دقيقتين وشوية دقيقتين ونص تقريبا من الوقت الضايع اللي مقدره حكم المباراة. وتلعب ضربة ركنية وحكم المباراة لازال طبعا معطي الوقت الضايع في الشوط الثاني من المباراة. كرة تلعب الآن تطلع برا الملعب. رمية تماس لمنتهى حكم المباراة أيضا يطالع يده. أيضا يطالع يده ويطالع الساعة الموجودة في يده على أن الوقت طبعا انتهى والوقت الضايع أيضا الدقيقة الثالثة الآن. الدقيقة الثالثة الآن من الوقت الضايع من المباراة. رمية تماس تلعب محمد إدهام يلعبها عالي قدام لحظ صالح عيد. صالح ما يحصلها مشتركة مرة ثانية أيضا صالح عيد. صالح عيد يلعب إلى سلطان جمعان. سلطان جمعان ينقلها قدام لحد إبراهيم خلفان تنقطع. حكم المباراة لا زال يطالع يده لا زال يطالع. خلاص 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 صفر 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 سيداتي آنساتي سادتي. حكم المباراة معلنا عن نهايتها بفوز منتخبنا الوطني القطري على المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف واحد. مبروك للجميع أعزائي المشاهدين ونلتقي جميعا على خير إن شاء الله. شكرا لكم سيداتي وسادتي وإلى لقاء آخر في المباراة القادمة إن شاء الله. وبكل الحب مبروك إلى قطر وإلى أهل قطر. وبكل الحب مبروك مرة أخرى وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.